عرفتوا البنات، اول مره كنجرب شي وصفه وكتصدمني النتيجه. وفعلا فعلا هذه الوصفه البنات ديال الصابون ديال دوف واللوبيا صراحه يعني صدماتني، واول مره كنجرب شي وصفه وكنتفاجئ من النتيجه. فمهم غنخليكم نتوما تشوفوا الوصفه وتجربوها وتحكموا وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، واللي بغات الوجه ديالها يولي ابيض واللي يتنقى يعني يولي فيه واحد النضاره، تولي تبغي تبقاي غير تشوف في وجهك في المرايه، لان النتيجه زوينه بزاف. وبحال لا راه كي دايره سوان دو فيزاج كذلك الجسم البنات، راه ملي غتجربي هذه الوصفه لحمك الا كان زرق او لا كان فيه داك السواد او لا عندك ليطاش او لا ركابك فيه الكحوليه او لا رجليك او لا تحت الابطين ديالك، راه لحمك كيولي كامل ابيض يعني بحال الشمعه، تبقاي غير كتشوفي في لحمك شي حاجه اللي الروعه الروعه الروعه. والكلمه اللي نقول لكم قليله على هذه الوصفه اللي زعما واخا نعيان نوصفها لكم قمه في الروعه. المهم غادي نبداو تشوفوا معايا الوصفه بلا ما نطول عليكم في المقدمه. شوفوا لي هذه الوصفه وديروها البنات، كنتمنى انكم تجربوها ويا ريت يا ريت يا ريت تجربوها لانها زوينه بزاف. غادي نبداو كما كتشوفوا معايا، عندنا اول حاجه غناخذوا الصابون ديال دوف، ممكن تستعملوا اي نوعيه ديال الرمان ديال الحامض ديال الخيار يعني الصابون اللي عندك. المهم انا غنستعمل هنايا صابون دوف عادي، غادي نحكوه في الحكاكه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. المهم غادي نستعملوا هنايا بالنسبه يعني الكميه، كل وحده غتستعمل القياس اللي بغات يعني ديال الصابون ديال دوف. المهم انا غنحك واحد الكميه هنا وارجع معاكم. دابا بعد ما حكيت واحد الكميه كما غتشوفوا معايا هنايا، وما تنساوش الكبيدات ديالي تخليوا لي البصمه ديالكم ديال لايك، نسيت دائما كنفكركم، نسيت ما فكرتكمش انا نسيت عندكم نتوما تنساو، خليوا لي اللايكات ديالكم وباش هكا الفيديو يكون عليه تفاعل يشوفوه بنات اخرين يتفرجوا فيه ان شاء الله. فما تنساوش يعني البصمه ديالكم تكون حاضره عندي في الفيديو. وكنشكركم بزاف، اي وحده دات لي لايك كنشكرك بزاف 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 بزاف، الله يخطيكم عليا كاملين البنات، الله يحفظكم والله يبيض لكم صحتكم. فهنا من بعد ما خديت هذاك الصابون ديال دوف اللي حكيت درته هنا في هذه السلافه كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ ماء الورد، غناخذ ماء الورد وغادي نخويو هنايا واحد الكميه ديال ماء الورد على حسب يعني حتى يتغطى لك داك الصابون. انتم بحال كتشوفوا يعني فزق مزيان، يعني كديروا واحد الكميه هكا مهمه على حسب الصابون اللي غديري انت هي القياس. المهم انتم كديروا حتى كيولي كيبان لكم بحال هكا، انتم ما تديروش كميه قليله باش ما يجيش ناشف، يعني كديروا واحد الكميه هكا وغنخلطوا مزيان حتى يبان لي يعني بدا كيذوب. انتم كي كتشوفوا معايا كتحركوا راه تيدوب شويه بشويه حتى كيدوب كامل هذاك الصابون. المهم دابا خلطت واحد شويه وغادي ناخذوا هذا الحليب بودره، غادي نستعمل هنايا واحد نص معلقه ديال الحليب البودره وغادي نخلطها مزيان معاه بهذا الشكل هذا. ومن حدكم انتم كتخلطوا وداك الصابون راه تيدوب بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. طريقه سهله يعني هاد الوصفه سهله، ولكن خليكم نتوما تحكموا عليها من بعد ما تجربوها. من بعد ما درت هذوك المكونات انا خليته هنايا واحد شويه على ما داك الصابون يذوب كامل كما كتشوفوا معايا. وهنا غادي ناخذوا الفاصوليا او اللوبيا البيضاء، انتم كي كتشوفوا معايا يابسه هذه صراحه زوينه بزاف وكتعطي يعني البياض، تتعطي واحد الاشراقه، كذلك كتقضي على يعني الاسمرار، التصبغات، ليطاش، داك كاين واحد الشوائب اللي كتخلي البشره غامقه يعني ما كتخليش اللون ديالها مفتح كما تنقولوا. فاللوبيا زوينه بزاف يعني كتعطي واحد البيوضه زوينه. فانا هنا اي عندي مطحونه كما كتشوفوا معايا نجداها من قبل وكتغربلوها حتى كتولي على شكل بودره ناعمه كما كتشوفوا معايا، كتاخذوا ديك
ديك تغربلوها داك الرقيق، يعني داك الدقيق ديالها اللي رقيق كما كتشوفوا معايا. فهاد الوصفة زوينة وبغيتكم صراحة تجربوها. صافي دابا غناخدو هاد الخليط اللي عندنا حضرناه من قبل، وغنضيفو عليه البودرة ديال اللوبيا بهذا الشكل هذا، جوج معالق صغار عامرين، وغنخلطو مزيان حتى يولي عندي واحد الخليط اللي متجانس مزيان. فالطريقة سهلة ديال هاد الوصفة. مهم البنات اللي بغات شي وصفة، اللي محتاجة لشي وصفة تخلي لي في التعليقات. وبالنسبة للبنات الجدادات اللي اول مرة كيكتشفوا القناة ديالي وكيشوفوها، تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى عجبكم المحتوى من طبيعة الحال ما تنسوش الانضمام للعائلة ديالنا، كذلك ما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. صافي غنخلطو مزيان انتوما، صافي الخليط كيولي بهذا الشكل هذا. صافي دابا الصابون تقريبا راه داب كامل، غادي ناخد في اخر حاجه غادي نديروها بعد ما كيذوب داك الصابون، غناخدو النشا بالنسبه للنشا غادي ناخدو هنا واحد الكميه ديال واحد تقريبا ملعقه كبيره ديال النشا. صافي وغادي نخلط مزيان، ومن بعد غناخد واحد الكاسرونه اللي فيها غادي ندير هذا الخليط هذا على النار لمده دقيقه، يعني ما كتعداش دقيقه على النار، لان الخليط فيه كميه قليله، ولا درتوه وغفلتو عليه ولا هذا راه صافي كله كيلصق وكيمشي كيتحرق لك يعني في الكاسرونه. فغنخلطو مزيان نشا، اول حاجه كتخلطو مزيان نشا حتى كينسجم لكم مع داك الخليط، عاد من بعد تناخدو ديك الكاسرونه اللي كما قلت لكم تنديروا فيها هذا الخليط، ولكن تتقابلوه ورا دقيقه تيبان لك ولا كريم، وكتخلطوه مزيان يعني تقابلوه وتحركوه. مهم كما كتشوفوا معايا انتما صافي كل شيء هنايا تخلط مزيان. صافي دابا غادي نديه كما قلت لكم على النار، غندير في واحد الكاسرونه اهم حاجه هي تبقاو رادين ليه البال. شوفوا الخليط كيفاش ولا كيولي خليط منسجم مزيان، يعني ما كيبقاوش لك فيه شي حاجه، لا صابون طريفات لا حتى شي حاجه ما كتبقى فيه. صافي دابا غادي ندي على النار وغادي نبقى رادين ليه البال حتى يولي ليا خليط على شكل كريم. صافي دابا كما كتشوفوا معايا ها هو الخليط ولا واجد، كما قلت لكم كيوجد بسرعه. صافي دابا غادي نديرو فواحد السلافه، غنخلي واحد شويه يبرد واحد شويه، هنا باقي سخون، وغتشوفوا معايا كيفاش غادي تطبقوه على الجسم او لا على البشره. المهم هذا هو الكريم، كيجي بحال هكا، خاصو يجيكم هكا يعني كريمي، خليط كريمي، واهم حاجه هي تردوا ليه البال كما قلت لكم. صافي هنا بالنسبه يعني الكيفيه ديال الاستعمال ديالو، بالنسبه للوجه كديريه 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، زوين بزاف لانه كيحيد الجلد الميت، كيحيد الكلف، كيحيد الاثار ديال الحبوب، كيحيد كل شيء، يعني ماسك ملي كديريه وكتغسلي البشره ديالك بحال يعني وجهك كيتنقى لك 100% كانك درتي سوا البشره ديالك. اما بالنسبه يعني لشحال من مره في الاسبوع كديروه، جوج مرات في السيمانه يعني جوج مرات في الاسبوع. اما بالنسبه يعني للجسم ديروه لاي مكان، يعني العنق، الدرعاوات، الرجيلات، السيقان، ركابي، يعني اي منطقه خليه نص ساعه وغسلي وتفكريني وشوفي النتيجه كيفاش دايره. شي حاجه اللي ما غاديش نشكر لكم الوصفه، ولكن كما قلت لكم غنخليكم نتوما يعني تعطيو الراي ديالكم في بلاصتي. مهم
هذا هو الخليط، كيجي بحال هكا على شكل كريم. وصافي دابا غادي نوريكم يعني كيفاش تطبقوه على الجسم ديالكم وعلى يعني البشرة. خليته هنا تا برد واحد شوية، من بعد ما برد ها هو كيبقى نفس الشيء، كيبقى بحال هكا، واخا كيبرد تيبقى خليط يعني كريمي، ما كيقصاح ما حتى شي حاجة، كيبقى بحال هكا. ودابا غتشوفوا معايا غادي نطبقوا هكا على يدي، فكدير واحد الطبقة تكون شوية غليظة على يعني البشرة او على الجسم بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وصافي وكتخليوها. المهم عندي الإضاءة شوية عيانة مع الجوم، كاين الغيوم يعني كاين الشتا، مهم تديروا بالطريقة هذه. ومهم حضروا الوصفة، راه ساهلة وكتجي زوينة، والنتيجة ديالها راه كما قلت لكم مضمونة 100%. وجربوها وردوا عليا الخبار. ولهنا نكون وصلت نهاية الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم على المتابعة، كنشكركم على الطريقة ديالكم زوينة اللي كتخليو ليا وكلها كنشوفها اللي خطيكم عليا. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفة جديدة مع فيديو جديد. لعندكم شي تساؤل خليه لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم، وفي امان الله.